راك ناوي ان شاء الله تختم القران 60 حزب ان شاء الله. هي وشكون شجعك على حفظ القران؟ اخوالي حافظين هما تاني. هي ما شاء الله. وعندك اخوه واخوات في البيت كذلك يجتهدوا في الحفظ؟ ثلاث اخوات. هما تاني يحفظوا؟ هي وتتنافسوا بيناتكم؟ هي ان شاء الله. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في ختم القران الكريم. تقرا لنا ايات بينات من الذكر الحكيم، بعض الايات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، هذا ما يلفظ به من كل قول رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم وعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. صدق الله العظيم، بارك الله فيك. نسأل الله تعالى أن يوفقك في ختم كتابه العزيز إن شاء الله يا رب العالمين، تشجيعا لك. قناة القرآن الكريمة تهديك هذا المصحف الشريف. تفضل. بسم الله. ربما الأطفال هم أمثالك كذلك، هم يتبعوا فيك، تشجعهم على حفظ القرآن الكريم، وش تقول لهم؟ نشكركم على الهديات وهالي، وإن شاء الله نكمل نحفظ 60 حزب. كتاب الثورة للشارع اللي يحتل. محمد بوضيوف. إجابتك خاطئة للأسف. نشكركم على المشاركة، يعطيكم الصحة. وأكيد إحنا هذا البرنامج بمناسبة مرور 60 سنة على استقلال الجزائر، أمانة الشهداء، وش تقولون بهذه المناسبة؟ ربي يخلينا بنادنا بالصحة ولهنا وتكون بالأمان إن شاء الله، ويبعد علينا ربي البلاء والوباء. الله يرحم الشهداء. ربي يرحمهم إن شاء الله ويوفقنا إن شاء الله حتى نحفظ أمانة الشهداء إن شاء الله. أختي إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الإكرام. وش راكم؟ لباس؟ والله غير صافا الحمد لله. الحمد لله. نسبتنا وش راهم؟ والله لباس الحمد لله. الحمد لله. أنتم طلبة تقرأوا في الجامعة؟ طلبة. إيه. وش من تخصص؟ كهروتكنيك، إلكتروتكنيك. وصديقك نفس؟ كيف إلكتروتكنيك. أستيم تفرعين إلكتروتكنيك. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. وفي الإجابة كذلك إن شاء الله جاوبوا جواب صحيح على سؤالنا. إن شاء الله يعني يكونوا قدها و إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. سؤالنا يقول: من صاحب العبارة الشهيرة ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب؟ شكون قالها؟ مش العربي بن مهدي؟ العربي بن مهدي. العربي بن مهدي رحمة الله عليها، من قادة الثورة طبعا، نترحم عليه. هو اللي يعني ضحى بنفسه إلى جانب كل الشهداء اللي نترحم عليهم. رجال الجزائر. وخلونا هذا الوطن أمانة إن شاء الله. إحنا الشباب وانتوما الجيل الصاعد تحافظوا على هذه الأمانة ان شاء الله. يعني نكونوا قدها، وكما نقولوا نحتاجوا احنا يعني شويه دم بالشباب هذا يكون قدها، لازم يكون دم. اكيد ان شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم، وانتوما تكونوا خير خلف لخير سلف ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا رب العالمين. نقول لك الف مبروك، اجابتك صحيحه. نقدموا لك هدايا برنامج مصحفي، هذا المصحف الشريف تقرأ فيه القرآن إن شاء الله خلال الشهر الفضيل. ما عرفت تقرأ القرآن؟ ما عرفت تقرأ القرآن في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان طبعا. إيه ما في نقرأ القرآن، وكما نقولوا ثاني كنت حافظ 39 حزب. ما شاء الله، من حافظة القرآن الكريم الله يبارك. وأنت أخويا؟ ما أنا حافظ قرآن، حافظ 20 حزب. ما شاء الله، الله يبارك. بالأحكام. تقرأ لنا من بعد شوية. الله يبارك. قرأنا آيات بينات من الذكر الحكيم. الهدية الثانية راية وطنية
علم الجزائر من إهداء وزارة المجاهدين، خلوا فقط المصحف نعم، وسلسلة من أمجاد الجزائر لنتعرف أكثر على أبطال هذا الوطن. تفضل أخي. كذلك من إهداء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق. تفضل. وتلفاز كذلك من إهداء شركة ستريم. شكرا ومرسي بوكو على الاستضافة تاعكم، وإن شاء الله يكونوا ثاني ناس باتنا قاموا بكم وصافي بليزير. الله يبارك، ربي يحفظ بلادنا، أليس كذلك؟ هذيك هي، وإن شاء الله كيما نقولوا نكونوا قدها، وماذا بينا توما ثاني تكثروا لنا من الزيارات هذو باش ندعموا الشباب، الناس هكا ديكوفري شو دي شوز جدد، لازم يكون الدعم هذا. إن شاء الله. على الهادية وربي يحفظكم. الله يحفظك. إن شاء الله كونوا قدها ونحافظوا على الوطن هذا، باسكو خلاوه فريمون رجال، وإحنا ثاني لازم نكونوا رجال نقوموا بالواجب. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش راكم؟ صافا لاباس الحمد لله. واش تقراو؟ في الجامعة. شنو متخصص؟ علم اجتماع كذلك؟ الله يبارك، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في الدراسة، وكذلك إن شاء الله في الإجابة على سؤالنا اللي يقول: من صاحب العبارة الشهيرة ألقوا بثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب؟ شكون قالها؟ هو قائد من قادة الثورة الجزائرية وبطل من أبطالها، وكذلك القائل: أعطونا دباباتكم وطائراتكم وسنعطيكم طواعية حقائبنا وقنابلنا. على ما أظن العربي بن مهيدي. على ما وهو كذلك العربي بن مهيدي، حكيم الثورة، كذلك لقب بحكيم الثورة. جوابك صحيح، نقول لك ألف مبروك الفوز معنا بهدايا برنامج مصحفي، نقدم لك الهدايا هذا المصحف الشريف من إهداء قناة القرآن الكريم. نشكر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اللي قدمت لنا هذه المصاحف، كذلك الراية الوطنية من إهداء وزارة المجاهدين وذوي الحقوق، بالإضافة إلى سلسلة من أمجاد الجزائر حتى نتعرف على أبطال هذا الوطن. تفضلي، معليش نحطهم هنا. وتلفاز من إهداء ممول البرنامج ستريم. شكرا، جزاكم الله خيرا، أتمنى لكم التوفيق في مشواركم وفي أمان الله. نعم، وربما كلمة نقولها بمناسبة ستينية الاستقلال، مع أن الجزائر هذا السنة تحتفل بمرور 60 سنة على استرجاع السيادة الوطنية، نقول كلمة لهذا الوطن الغالي المفدى الذي ضحى من أجله شهدائنا الأبرار، ضحوا بالغالي والنفيس، ضحوا بأرواحهم، يعني هي أمانة ومسؤولية إن شاء الله لازم نحافظوا عليها. إن شاء الله ربي يحفظ بلادنا ويهدي شبابنا إن شاء الله وشباب الأمة كامل، وما يروحش تعب المجاهدين في وشهدائنا في الباطل يا رب. الذي لعب دورا كبيرا في التحضير للثورة المسلحة وسعى إلى إقناع الجميع بالمشاركة فيها، وقال مقولته الشهيرة: ألقوا بالثورة إلى الشارع يحتضنها الشعب. كان أول قائد للمنطقة الخامسة وهران، استشهد تحت التعذيب ليلة 3 إلى 4